السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. أخذنا في الدرس السابق عن القانون الأول في الحركة لنيوتن، سنكمل اليوم في هذا الجزء القانون الثاني في الحركة لنيوتن. درسنا أيضا أن قانون نيوتن الأول قدم لنا وصفا لحالة الجسم الحركية عندما تؤثر فيها قوة المحصلة تساوي صفر، عندما تؤثر في الأجسام قوة محصلة تساوي صفر، من دون أن يوضح كيفية تغير حالة الجسم الحركية عندما تؤثر فيها قوة محصلة لا تساوي صفر. يعني قانون نيوتن الأول اكتفى في وصف حالة الجسم الحركية من حيث الحركة والسكون عندما تكون مجموع القوة المحصلة يساوي صفر، بينما قانون نيوتن الثاني سيوضح لنا ما أو يوصف لنا الحالة الحركية للجسم عندما تكون القوة المحصلة لا تساوي صفرا. بس قبل ما نبدأ يا عاشر في قانون نيوتن الثاني، نستذكر قانون نيوتن الأول. حكينا ينص على أن الجسم يظل على حالته الحركية من حيث السكون أو الحركة، إذا ساكن يبقى ساكن، وإذا متحرك بسرعة ثابتة مقدارا واتجاها يبقى متحرك، إذا لم تؤثر فيه قوة خارجية محصلة تغير من حالته الحركية. إذن حكينا قانون نيوتن الأول وصف حالة الجسم من حيث الحركة أو السكون وعندما تكون القوة المحصلة تساوي صفر. في قانون نيوتن الثاني رح نكمل العلاقة بين القوة والحركة، وذلك من خلال وصف حركة جسم تؤثر فيه مجموعة من القوة. لدينا يا عاشر الشكل A والشكل B. لاحظ السهم، الشكل B ببين أنه القوة المحصلة المؤثرة في الشكل B كانت أكبر من القوة المحصلة في الشكل A، لذا رح يكون عندنا تسارع الشكل B أكبر من السيارة في الشكل A، والسبب أن مقدار القوة المحصلة كان في B أكبر من A. نبدأ الآن في دراسة العلاقة بين القوة والتسارع. تزداد القوة المحصلة المؤثرة في جسم إذا زاد تسارعه عند ثبات كتلة الجسم. كمان مرة يا عاشر، بحكي لنا العلاقة بين القوة والتسارع. إذا زادت القوة المحصلة المؤثرة في جسم رح يزيد تسارع هذا الجسم، ولكن شرط أن تكون كتلة الجسم ثابتة أثناء التأثير على هذا الجسم بقوة. إذن يعني أن العلاقة طردية بين القوة وتسارع الجسم. هاي إشارة الضرب اللي جاية يا عاشر أو إشارة الإكس نحكي، بتوضح أن الA يتناسب طرديا مع F أو مع مجموع القوى. إذن العلاقة بين تسارع الجسم ومجموع القوى المحصلة علاقة طردية. والشكل الآتي يوضح العلاقة بين مقدار القوى المحصلة المؤثرة في جسم ومقدار تسارعه، ولكن يجب أن تكون كتلة الجسم ثابتة. معاكم يا عاشر سؤال أتحقق واجب. ندرس الآن العلاقة بين كتلة الجسم وتسارعه. زيادة كتلة الجسم المتحرك تقلل من تسارعه، وشرط عند ثبات القوى المحصلة المؤثرة فيه. باختصار يا عاشر، نقدر نحكي أن كتلة الجسم علاقة عكسية مع التسارع، كتلة الجسم تتناسب عكسيا مع التسارع، شرط أن تكون القوى المحصلة ثابتة. يعني كل ما كانت كتلة هذا الجسم كبيرة جدا وكلما زادت كتلة هذا الجسم يكون تسارعه أقل، وكلما كانت كتلة الجسم أقل يكون التسارع أكبر، والشرط أن تكون القوى المحصلة ثابتة لا تتغير. وهذا يعني أن العلاقة عكسية بين كتلة الجسم وتسارعه عند ثبوت القوى المحصلة. نقدر نعبر رياضيا عن العلاقة بين الكتلة والتسارع. حكينا العلاقة بين الكتلة والتسارع علاقة عكسية، يعني واحد رح يكون في البسط، التسارع رح يكون في البسط ككمية فيزيائية، والكتلة تكون في المقام. هاي إشارة الضرب بتوضح إنه هنا في عنا علاقة عكسية. نتوصل الآن إلى نص قانون نيوتن الثاني. بحكي لنا يتناسب تسارع الجسم طرديا مع مين؟ رح يتناسب طرديا مع القوى المحصلة المؤثرة فيه. إذا تسارع الجسم والقوة المحصلة طردي، إذا زاد التسارع تزداد القوة، وإذا زادت القوة رح يزيد التسارع. بينما يتناسب تسارع الجسم عكسيا مع كتلته، يتناسب تسارع الجسم عكسيا مع كتلته. هذا يعني أنه كل ما زادت كتلة الجسم يقل تسارع هذا الجسم.
دائما يا عاشر يكون اتجاه التسارب مع اتجاه القوى المحصلة، يعني إذا كانت القوى المحصلة مع محور X الموجب يكون اتجاه التسارع مع محور X الموجب. في حال بقاء كتلة الجسم ثابتة خلال زمن تأثير القوة فيه، يعني كتلة الجسم ظلت ثابتة طول ما أنا بأثر على هذا الجسم في قوة محصلة، فيمكن أن نكتب قانون نيوتن الثاني في الصورة الآتية، إنه مجموع القوى المحصلة يساوي M ضرب A. مجموع القوى المحصلة يساوي M ضرب A. F هي القوة المحصلة المؤثرة في الجسم بوحدة نيوتن، M هي كتلة الجسم بوحدة كيلوغرام، و A هي تسارع الجسم بوحدة متر بير سكند تربيع. وضروري يا عاشر لما أجي أحل أي شيء بتعلق في قانون نيوتن الثاني يجب أن تكون الـ F بوحدة نيوتن، الـ M بوحدة كيلوغرام، والـ A بوحدة متر بير سكند تربيع حسب قانون أو النظام العالمي للوحدات. حسب قانون نيوتن الثاني نقدر نحكي إنه مش إحنا حكينا وحدة قياس القوة نيوتن، طيب كل واحد نيوتن ماذا يساوي؟ يساوي واحد كيلوغرام ضد متر بير سكند تربيع، واحد كيلوغرام ضد متر بير سكند تربيع. نقدر نتوصل لهاي الوحدة من خلال قانون القوة المحصلة. شو يعني نيوتن؟ أنا لما أحكي القوة تقاس بوحدة نيوتن، نيوتن هو مقدار القوة المحصلة التي يلزم التأثير بها في جسم، كتلته واحد كيلوغرام لإكسابه تسارعا مقداره واحد متر بير سكند تربيع في اتجاه. نيوتن يعني بيحكي لنا كم مقدار القوة المحصلة اللي لازم أثر فيها على جسم، هذا الجسم كتلته واحد كيلوغرام مشان أنا أكسبه تسارع مقداره واحد متر بير سكند تربيع. من الملاحظ أن القانون الأول لنيوتن يعد حالة خاصة من قانونه الثاني، فإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم صفر، يعني ما في عندنا قوة محصلة بتأثر على هذا الجسم، فإن التسارع أيضا رح يكون صفر. كيف؟ القوة المحصلة صفر معناته التسارع كم؟ صفر، لأنه إحنا عندنا الإشارة بقانون نيوتن الثاني ضرب، وعندئذ رح يكون الجسم إما ساكنا أو متحركا بسرعة ثابتة مقدارا أو اتجاها. وبنحكي عنه في هاي الحالة أن الجسم متزن، يعني مجموع القوى المحصلة يساوي صفر و A التسارع تساوي صفر. معاكم أيضا يا عاشر سؤال أتحقق في الكتاب، نيجي نطبق على قانون نيوتن الثاني. بحكي لك أجد القوى المحصلة التي يلزم التأثير بها في صندوق كتلته 20 كيلوغرام لإكسابه تسارعا أفقيا مقداره 2 متر بير سكند تربيع جهة اليمين. نحلل المعطيات، M هي الكتلة 20 كيلوغرام، التسارع 2 متر بير سكند تربيع، اتجاه التسارع مع جهة اليمين يعني X موجب. المطلوب إيجاد القوى المحصلة، ولأنها جهة اليمين يعني Fx. بطبق القانون يا عاشر، إيش هو قانون القوى المحصلة؟ M ضرب Ax، M اللي هي الكتلة عطانيها 20 و A 2، 20 ضرب 2 تساوي 40 نيوتن. ما ننسى أنه لازم نحدد القوة، اتجاه القوة، لأن القوة كمية متجهة تحدد مقداراً واتجاهاً. مقداراً 40 نيوتن حسب القانون، اتجاهاً هون رح يكون اتجاه القوى المحصلة مع اتجاه التسارع. نرجع للسؤال، حكالي التسارع باتجاه اليمين، إذن القوة المحصلة رح تكون أيضاً باتجاه اليمين، يعني مع محور X الموجب. ناخد مثال 3، بحكينا تعطلت سيارة كتلتها 800 كيلوغرام فسحبتها شاحنة على طريق أفقي مستقيم بقوة أفقية مقدارها 1000 نيوتن نحو اليمين. القوة الأفقية 1000 نحو اليمين يعني مع إكس موجب، فكانت قوة الاحتكاك المؤثرة في السيارة 400 نيوتن نحو اليسار، رح تكون في اتجاهين متعاكسين القوتين. مطلوب أحسب القوة المحصلة وتسارع السيارة والسرعة المتجهة للسيارة بعد مرور 10 ثواني. أول إشي المعطيات، M 800 وهي الكتلة، F 1 هي القوة، هي القوة الأفقية ومقدارها 1000 مش 100، في صفر لازم نكتبه يا عاشر. F 1 تساوي 1000 نيوتن X موجب، F اللي هي قوة الاحتكاك 400 نيوتن واتجاهها X سالب يعني جهة اليسار. الزمن 10 ثواني والسرعة راح تكون صفر لأنه الجسم كان ساكن وإجا الشاحنة سحبتها. المطلوب F القوة المحصلة، AX تسارع الجسم، و V2 سرعة الجسم.
نيجي على أول شيء إيجاد القوى المحصلة. القوى المحصلة هنا الجسم أثرت عليه قوتين، قوة دفع نحو اليمين وقوة احتكاك نحو اليسار. أخذنا في الجزء الثاني من الدرس السابق أن إذا كانت القوتين في اتجاهين متعاكسين بنطرح القوى الأكبر من الأصغر. هون القوى الأكبر هي قوة الأفقية أو قوة الدفع مطروحة من قوة الاحتكاك، يعني 1000 ناقص 400 600 نيوتن. طب لازم أحدد اتجاه القوة، رح يكون اتجاه القوة مع قوة الاحتكاك، عفوا يا عاشر، رح يكون اتجاه القوة مع القوة الدفع، يعني نحو المحور اليمين. ننتبه يا عاشر، اتجاه القوة رح يكون نحو اليمين لأنه اتجاه القوة يكون مع اتجاه القوة الأكبر. شو هي القوة الأكبر؟ 1000، وهي قوة دفع السيارة، يعني مع محور X الموجب. المطلوب الثاني حساب تسارع السيارة الأفقي. إحنا حكينا إنه مجموع القوى المحصلة يساوي M ضرب A. أنا بدي التسارع، بقدر أقسم الطرفين على M، بصير عندنا القانون التسارع يساوي F على M. القوة المحصلة طلعناها بفرع A طلعت معنا 600، M 800، اقسم 600 على 800، 75% متر بير سكند تربيع، واتجاه التسارع رح يكون باتجاه القوى المحصلة، أي مع محور X الموجب. فرع C لإيجاد السرعة المتجهة للسيارة بعد مرور 10 ثواني نستخدم معادلات الحركة، لأن الجسم يسير في خط مستقيم وتسارع ثابت. المعادلة الثانية VT، V2 تساوي V1 زائد AXT. V1 صفر، التسارع 75% والزمن 10، بضربهم بيطلع معاي 7.5، واتجاه السرعة مع اتجاه التسارع يعني نحو اليمين. في عندكم تمرين يا عاشر، أثر قوة أفقية محصلة مقدارها 100 نيوتن باتجاه اليمين في صندوق كتلته 20 كيلوغرام، وهو مستقر على سطح أفقي أملس. مطلوب منا نوجد التسارع والسرعة المتجهة والإزاحة بعد مرور 5 ثواني. نحلل أول إشي المعطيات. حكينا القوة 100 نيوتن، وتذكر إنه أعطاني قوة محصلة يعني قوة الكاملة، اتجاهها مع محور X الموجب، كتلة الجسم 20 كيلوغرام، السرعة الأولى صفر لأنه انطلق من السكون، والزمن 5 ثواني. المطلوب إيجاد تسارع والسرعة والإزاحة. أول إشي التسارع حكينا بقسم F على M، المجموع القوى 100 والكتلة 20، بيطلع الناتج 5 متر بير سكند تربيع، واتجاه التسارع مع القوى المحصلة إذن مع محور X الموجب. فرع B طالب السرعة المتجهة للصندوق بعد مرور 5 ثواني. بطبق معادلة الحركة الأولى V2 V1 زائد AXT. V1 صفر، التسارع 5 والزمن 5، إذن 25 متر بير سكند اتجاه التسارع X موجب. المطلوب الأخير إيجاد الإزاحة، برضو مطبق معادلات الحركة، وباخذ معادلة الحركة الثانية دلتا X تساوي V1T زائد نص AT تربيع. V1 صفر والزمن 5، إذن هذا الحد كامل صفر، نص بتنزل، A 5 والزمن 5 تربيع، بيطلع معانا 5 تربيع 25 ضرب 5 125 تقسيم 2 بيطلع 62.5. إذن X كم تساوي؟ 62.5 متر. إلى هنا نكون أنهينا القانون الثاني لنيوتن في الحركة. مطلوب منا نحفظ القانون ونص القانون ونطبق مسائل حسابية على هذا الدرس. شكرا لكم يا عاشر، ويعطيكم ألف عافية.